يا لا يا لا يا لا على الصقر، يا لا على الطيش، وحلوة الله على الجمال. انا شخصيا تعلمت في الطوموبيل صراحة، الله عمرها دار كتعاون الواحد. كما كنعرفوا دابا الصيف، الواحد كيبغي يبدل الجو، كاين اللي كيبغي يسافر، اللي كيبغي يهز الوليدات يصل للرحم ديالو. وما شاء الله نقترح لكم، اللي كنصح بها جميع المبتدئين والمبتدئات وتا الناس اللي عندهم هاد البيت جي ما بين جوج حتى ثلاثه، كنصحهم خذوا فيات باليو، لا في ليسانس لا في المازوت. طوموبيل صراحه اقتصاديه، كياس ديالها موجود، الوريقات ديالها رخاص، لا في ليسانس لا في المازوت، ما فيهاش المشاكل. اليوم ان شاء الله نحاول ندوي لكم على الباليو، نعطيكم المعلومات عليها، الحوايج اللي تردوا منهم البال باش ما يقلبوكمش هذوك النصابه، هذوك البياعه والشرايه. الله يحسن العون، كاين اللي البركه، كاين اللي تسلف، كاين اللي سنين هو كيجمع فيها، كل شهر كيوفر واحد البركه باش هو يشري طوموبيل، حتى هو ويسوق، حتى هو ويقضي المسائل ديالو ويهز الوليدات. الله يحسن العون الجميع. بالنسبه لاخوان الباليو، الموديلات اللي كنصحكم في الباليو هي من الموديل من 2000 الفوق، من 2000 2001 2002 حتى 2003. والصراحه كنصحكم خذوا الباليو الطاليانيه، عندكم تاخذوا ديك الباليو البرازيليه لان فيها بزاف ديال المشاكل، مشاكل في لا ميكانيك، المشاكل فيها بزاف من ناحيه البياس، ما غاديش تلقاه وغطيح لك اون بانو، وهي اصلا راه ناقصه في الثمن على الباليو الطالياني مقارنه. تقدر تلقى موديل 2008 ودايره 3 ولا دايره 2 ونص ولا 2، واني راه ما غادي تشريها، راه غتصاحب ديما مع الميكانيك، ديما غادي لافيرا، تقدر تسيرها على البياس ديالها، تهرس لك شي جاجه، تهرس لك شي فيروج، ما غاديش تلقاه، وحسبوا لك الثمن. داكشي علاش الاخوان الواحد تكون يلا باقي جديد، جمع ديك البركه، يلا عنده فلوس باش حتى هو يقطع لاسيرونس، يخلص المسائل ديالو على حساب باش تخرج الكارد كريس، كيتزادوا على هاد المشاكل ما كيكونش عارف. داكشي علاش الاخوان انا الناس اللي كنصحكم، وحتى الواحد اللي بغى يشري حتى من طبيعه الحال انه يسول اي طوموبيل بغى يشريها، يسول عليها واش البياس ديالها موجود ولا ما كاينش. دابا نوريكم الاخوان الحوايج اللي غادي تقلبهم اللي مهمين في الباليو، من ناحيه الكاروسري، من ناحيه الموتور تقدر تعتمد عليهم، ومن بعد انك تعيط على شي ميكانيك ولا شي طولي يقد يعاود يقلب لك حتى هويا، وتقدر تمشي تقلب راسك، اقتنعتي بالطوموبيل، تفاهمتي مع مول الطوموبيل، من بعد انك تقدر تجيب واحد الميكانيك يعاود يشوف لك الطوموبيل حتى هويا، ولا ديه عنده الكراج، وضروري من غتسالي راه الا جا شاف لك الطوموبيل قال لك الطوموبيل راه مزيانه، غتجبد واحد 200 درهم وتعطيها ليه النهار ديالو، ما قال لك الطوموبيل راه فيها شنو مشاكل، الموتور عيان، الكاروسري فيه تكسيده، مبوري، ما تصلحش الطوموبيل، تجبد 50 درهم ولا 100 درهم راه غتعطيها ليه، المهم راه حيد عليك هذيك الطوموبيل اللي كانت غادي تحصل فيك. بالنسبه للاخوان المهمين، الحوايج المهمين في الباليو اللي هو البوراج، بزاف ديال الاخوان الصراحه كاين اللي ما عرفش شنو هو البوراج. البوراج هو الصدى، كما كنقولوا الحديد تصدى، كذلك الطوله ديال الطوموبيل حتى هي كتصدى كتبوره، لانها طوموبيل قديمه، موديل الطوموبيل دار 24 عام، راه ضروري غتصدى. اكثريه كنقولها كيبيتها برا ولا البلاصه جنب في مدينه جنب البحر، راه ضروري لاميديتي، راه ضروري ديك الطوله غادي تبوره، نهار على الاخر غادي تبوره ديك الطوموبيل. الحوايج اللي غادي تقلبهم في الباليو من ناحيه الطوله ديالها هي جهه الباربريز، هاد البلاصه مهمه الاخوان، الحاشيه ديال الباربريز ضروري خصك تقلبها. علاش؟ لان في الوقيته ديال الشتاء غتولي تدخل لك الماء، يولي يهبط عليك الماء، يدخل عندك لداخل الطوموبيل، وهذيك البلاصه صعيب تصاوبها، غتولي دير الكولا ودير الكولا رينز، وما غاديش تطلع الطوموبيل تولي معربزه، ولا كان في هذيك البوراز يبقى يدلع لك في الطوموبيل. هاد البلاصه مهمه انك تقلبها، راه باينه غتجي الحاشيه، بالك البوراج تما صافي بعد من ديك الطوموبيل، حتى الا بانت لك الصباغه من الفوق راه تيكون بوراج هذاك. غتجي عاوتاني المالا اللور ديالها فوق المالا تاهي، غادي تقلب هذيك البلاصه، الا بان لك تما كاين البوراج الطوموبيل من الاحسن انك ما تاخذهاش، تاهي غتولي تدخل لك الماء من الجناب، وتقلب عاوتاني ديك المونطات ديالها من الجناب، تا هو ما خصوش يبان لك البوراج. تمشي عاوتاني للمالا اللور، تلقى الرويده السكور اللور، تلقى الكريك تمايا، تلقى السارود ديال الرويد، حيد هذيك الرويده وغادي تشوف هذيك البلاصه، ياك ما كاينه شي ثقبه، ياك ما كاين البوراج، تلقى واحد الكودرون تمايا، قلب هذاك الكودرون، الا لقيتيه قاصح راه دوريجي، لقيتيه رطب راه معاود ليها. هذيك البلاصه مهمه، تجي عاوتاني القدام ديال الطوموبيل، تشوف عاوتاني لونجروات، جيت الروسول، تشوف تما واش كاين شي بوراج، ما كاينش شي بوراج. تا تما غادي تقلب واش تبان لك الطوموبيل واش فيه تكسيده ولا ماشي تكسيده، راه غايبان لك السدور، الا بان لك شي بلاصه فيها السدور وكاين سونطوفير تمايا وداك الشيء معربز، كاين حس مطرقه تمايا، بعد من ديك الطوموبيل غاتكون كسيده. وغاتجي عاوتاني هاد البلايص هادو تحت الرجلين ديال الشيفور اللي حدا الشيفور، غاتقلبهم من التحت، الا بان لك كاين شي طرقاع تما، كاين شي سدور، كاين شي زفت،
هذيك الطوموبيل من الاحسن بعده. ملي بالنسبه دابا تتقلب الطابله ضروري غدير لا فيزيز، راه غتهبط تحت البو غادي تقلبها تما مزيان، وغادي تقلبها وراه غيبان لك الا كان شي صدور من التحت، لان الطوموبيلات حتى في الخدمه ديالهم الطوري اللي كيشدهم ما كيشدهمش بالثمن، وغا كيضرب ويدوز، فهمتي؟ راه كيبان لك تما الشاليم والصدور ديال السلك راه كيبان، لكن الطوموبيل اللي راكب فيه تدارك سيده وراكب لها شي رباع ولا شي حاجه، راه كتبان الطوموبيل كيبان لك هذيك خدمه عشوائيه ماشي شي خدمه بروفيسيونيل، لان الثمن باش كتشد داكشي بسيط راك عارف ضرب ودوز وصافي كما كنقولوا بالعربيه. هذه بالنسبه لاخوان الكاروسر، زائد النوامر، النوامر هما خصو يكونوا مزيان ما يكونوش مبورين، لانهم الا كان شي نمره مبوريه راه غادي هذيك البلاصه غيدلع فيها البوراج وغيمشيو لك النوامر وتولي عاوتاني تي بي سي وسير لا ميزون ودفع الدوسي ويكتبوا لك تي بي سي في كارت غريزه تولي ديما داك الطوموبيل معاودين لها النوامر. هادشي علاش الاخوان ركزوا على النوامر، راه ضروري يكون عندنا النوامر هنا تحت الكوسان بالنسبه للباليو، كيكون داكشي علاش كنصحكم خذوا موديل طالع تكون فيه النوامر باقي مزيان 2000 2002، اما ديك 97 98 راه قليل فيها النقع، داكشي علاش كنصحكم خذوا موديل طالع. كيكونوا عندنا النوامر اللور عاوتاني تحت الكوسان، كوسانات اللور هي راه كيكونوا عندنا النوامر تما، وبالنسبه للبيسرينا راه كتكون عندها القدام حتى هي فيها النوامر ديال الشاسي، وزائد النوامر تحت الكوسان ونوامر اللور، هادو هما الحوايج بالنسبه للنوامر هنا فين كيكون. دابا نوريكم التقلاب ديالها في المازوط في ليسانس. انا النصيحه اللي كنصح اي واحد بغى يشري الطوموبيلات انه يقلب الطوموبيل الصباح بكري، الطوموبيل كتكون بارده باش كيبانوا لك جميع المشاكل ديالها، شي الباتري عيان، الديمارور عيان، بزاف ديال الحوايج تعرفها الصباح. هادشي عند السيد مولاه دير معاه الصباح، ندوز عندك نهار الحد يكون مثلا نهار الحد يكون جالس في الدار ما خدامش، شي عنده الصباح الطوموبيل تكون بارده، تقول اخويا عطيني السيروت، ادير السيروت، دور السيروت الكونتاك، يبان لك البالي كلشي شاعل، بولة الزيت، بولة الباتري، تبان لك البولة ديال الفران امان طالعة، إلا بان لك هادشي شاعل راه الطوموبيل باقا مزيان، دير السيروت الضربة الأولى، إلا كانت مازوطة تخليها تسخن، ليسانس راه عندها ستارتير هنا تهزها، جر ستارتير، وديماري، بالك الطاق ضربتي، الطوموبيل ديمارات، الزربة ما تعطلاتش في الديماراج، راه بعدا الطوموبيل راه مزيانة، ديك الساعة ما قلبوا لا في ما جا لا والو، تا تسخن الطوموبيل، ديك الساعة تقول لي خويا ركب حدايا في الطوموبيل، تشوف شي بلاصة خاوية، ولا لقيتي كاع حداك شي ستاسيون ولا شي حاجة، قول في الرويد، قول في لهم اللي يقول لا راه شي رويدة كتجار ولا شي حاجة، لا راه الرويد ما مقادينش، هاد الرويد راه مفشوشة عندي، قول في الرويد ديالك، وسير شي بلاصة تكون خاوية، وغادي تسرح لهاديك الطوموبيل، غتسرح ليها، شوف كيفاش كدير، سرح ليها 180 110 ولكن بالحق تكون طريق خاوية ما تكونش طريق عامرة ولا شي حاجة، تستقدر شي كارثة الله يستر، غادي تسرح لهاديك الطوموبيل، غتشوف كيفاش واش كتجاوب معاك ولا ما كتجاوبش معاك، وغادي تسرح ليها اطلق يديك على الفوره وتشوشي الفران، الا كان جي جران خفيف راه كيكون عادي، ربما يكون شي روتيله ولا شي حاجه، كان الطوموبيل كان الطريق مقاد ولا بالحق تكون الطريق مقاد، بالك شي جران تحيد يديك تتراومك لشي جهه راه الطوموبيل ديرك سيد، ما خصهاش تراومك، الا كان الطريق مقاد وتطلق الفوله وكان شي جران تحيد يديك تبقى كديرها غيكون شي كسيده خايبه، كان شي حاجه ربما يقدر يكون غير شي بنو عواج ولا خصها كيليبراج ولا خصها باراليزم، ربما بحال هاد الحوايج يقدروا، الا كان شي حاجه خفيفه شي جران خفيف، اما الا كان شي جران خايب راه الطوموبيل غادي تكون كسيده، هذيك الساعه راه غتحاول توقف الطوموبيل تبراكي اليمين تروم على اليمين او تبراكي على اليسر، تسمع ديك الساعه التقرقيب ديال الكاردات، التقرقيب ديال الكاردات راه غادي يبان لك ديك الساعات، الا سمعتي شي تقرقيب راه يكون الريوسه ديال الكاردات، وبالنسبه للبياس ديالها راه الكارد الراس ديال الكارد راه تيدير ما بين 150 درهم حتى 170 درهم، راه رخيص داك الشيء زعما بالنسبه للباليو، اي بياسه بغيتيها فيها راه رخيص، وهاد الطريقه هادي راه تقدر تقلب بها مازوط ولي